ازاي بيحدث الحمل هو موضوعنا النهارده، ويا ترى المشكله الكبيره ما يتاخر الحمل. يعني زي ما حضراتكم عارفين الامل بتاع كل زوج وزوجه عند الزواج ان تحدث هذه المعجزه الالهيه ويحدث الحمل. والمشكله الكبيره ما يتاخر الحمل، ويبدا بقى الاهل يسالوا والقلق، ويا ترى ما حصلش حمل ليه، ويا ترى مين مسؤول، الزوج ولا الزوجه. احنا دورنا في برنامجنا تصحيح المفاهيم وارساء قواعد علميه. هوعدكم ان كل وسائل العلاج، وسائل التشخيص اللي هنتكلم عليها النهارده وفي كل حلقاتنا، هي مبنيه على اسس علميه، مبنيه على دراسات وابحاث علميه، ما فيش اي اجتهادات فيها، ما استقر عليه العلم، هو ده الاساس، وهو ده اللي نهتم بيه. مخرجنا الجميل بقى يجيب لنا اول فيديو علشان نقول كيف يحدث الحمل. اولا علشان يحدث الحمل لابد من علاقه زوجيه، واثناء علاقه زوجيه كميه كبيره من الحياه المنويه اللي انتم شايفينها بتتضافر، اللي انتم شايفينه ده الرحم، وكميه من الحياه المنويه عدت في الرحم الى قناه فالوب. واحد بس بيخترق البويضه، حدث التبويض، وحيوان منوي اخترق البويضه، حدث الانقسام. ادي البويضه المخصبه اللي انتم شايفينها بتنقسم تدريجيا وتيجي تقر باذن الله داخل تجويف الرحم. تجويف الرحم اللي انتم شايفينه ده قعدنا فيه كلنا 40 اسبوع، يبدا الانقسام المتتالي للبويضه المخصبه، ده الجنين بقى بدايه الحياه. من لحظه لقاء الحيوان المنوي بالبويضه تحدد كل شيء عن حياه الانسان، عن الكيان ده، لون عينيه، شعره، طول، كل شيء تحدد. يبدا زي ما انتم شايفين دلوقتي، ده الانقسام المتتالي للجنين، بدا تكوين ادي الراس والقلب والاعضاء المختلفه بتاعته، يبدا يقر داخل الرحم باذن الله 40 اسبوع، ويبدا بعد كده مراحل الولاده. يبقى اذا من خلال الفيديو البسيط ده، طيب مش خرجنا الجميل يجيب لنا الفيديو الثاني. من خلال الفيديو ده قدرنا نشوف انه علشان يحدث الحمل لابد من حيوانات منويه. اهو مخرجنا الجميل جاب لنا هي دي الحيوانات المنويه. هيبقى في لينا لقاء خاص، حلقه عن حيوانات منويه. يبقى اذا لابد من تدفق عدد كبير من الحيوانات المنويه. العدد الطبيعي بتاعه كام والاشكال، كل ده في الحل في حلقه قادمه ان شاء الله. يبقى الحيوانات المنويه ديت اثناء القصف بتبدا تسير مسيره كبيره جدا من المهبل الى عنق الرحم، داخل الرحم، الى ان تصل الى قناة فالوب وتلتقي بالبويضة. يبقى إذن لابد من حياة منوية أحد شروط حدوث الحمل. علشان نقيم قدرة الرجل على قدرته على الإنجاب، الشيء الوحيد هو تحليل السائل المنوي.